اتكلمنا معاكم عن منافسة ميسي ومبابي وبنزيما على ذا بيست، جايزة ذا بيست لسنة 2022، واللي حسمها امبارح الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، واللي توج بالجايزة امبارح كأفضل لاعب في العالم لسنة 2022، وده في استفتاء الاتحاد الدولي للفيفا، عشان تكون دي المرة السابعة اللي يفوز بيها ويعزز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالجايزة. بالظبط، ميسي فاز بالجائزة امبارح يا هند ب 52 نقطة، وجي في المركز الثاني امبابي ب 44 نقطة، وبعدهم كريم بنزيما ب 34 نقطة. ميسي كتب الفصل الأهم والأبرز في مسيرته الكروية خلال الأسابيع الأخيرة من سنة 2022، بعد طبعا ما قاد منتخب بلاده للقب المونديال، واللي كان الجزء الوحيد الغايب عن سجل إنجازاته بعد ما توج في 2021 بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية كوبا أمريكا، وهي سبب طبعا في أنه امبارح يقف وياخد الجائزة للمرة السابعة. بنتمنى له كل التوفيق في اللي باقي من مشواره الكروي، وعزقنا طبعا لمشجعين كريستيانو رونالدو. والحقيقة الاثنين محدش يختلف عليهم في كرة القدم، ولما اتسأل ميسي امبارح كويسة ولما اتسأل ميسي امبارح عن اعظم لاعبي في العالم، قال اسامي كتيره لكن ما قالش اسم كريستيانو. فلما المذيع سأله ما قلتش رونالدو ليه، كانت اجابته انه مش محتاج يقول علشان هو جنبه اوريدي في القمه. يعني الراجل خلص كل الحكايه، وان شاء الله بنتمنى لهم طبعا هما الاثنين كل التوفيق. بكده تبقى خلصت فقرتنا الاولى، نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا.